السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرد تصل إلى 70 مليمتر محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة، وتتعلق الولايات المعنية بكل من تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغان، مشلفة، تيبوز، عين الدفلة، تسمسيلة، غليزان، معسكر سيدي بلعباس، سعيدة، وكذا ولاية تيارت. كما حذرت نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 60 مليمتر محليا بداية من الساعة 3 زوالا وإلى غاية 6 من صباح اليوم الجمعة، وتتعلق الولايات المعنية بكل من بجاية، جيجل، برج بوعر، ريجا، سطيف، ميلا، بتنا، خنشلة. وحذرت نشرية خاصة ثالثة للأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 مليمتر محليا بداية من الساعة 6 مساء وإلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة، وتتعلق الولايات المعنية بكل من الأغواط، الجلفة، المسيلة، المدية، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، البوليدة، الجزائر العاصمة. فيرجى أخذ الحيطة والحذر.